خلينا نروح لحاجه مهمه جدا دلوقتي. في سباقات الفورمولا 1، سباقات السيارات. سباقات السيارات احنا ليها ثلاث بطولات كبار. الثلاث بطولات دي، في بطوله موناكو بتتعمل في شوارع موناكو اللي بتتقفل خصيصا البطوله وحلبه كبيره، وفي بطوله لومان اللي بتتعمل في فرنسا. بطوله لومان دي بتتعمل اسمها لومان 24. ايه 24؟ بطوله لومان دي بتتعمل 24 ساعه متواصل، العربيه بتقعد تمشي 24 ساعه، بيتبدل عليها ثلاث سائقين لمده 8 ساعات. طيب في بطوله دلوقتي اسمها اندي 500، البطوله دي هي البطوله الثالثه، اللي بيجمع الثلاثه بياخد حاجه اسمها التاج الذهبي. في لاعب اسمه الونزو، الونزو فرلاندو الونزو، لاعب اسباني. اللاعب ده اعتزل 2018، سائق اسباني اعتزل 2018، قرر فجاه يرجع. رجع من خلال فريق احنا يعني رينو، ده فريق بيخش بيسابق جوه البطوله، هي دي فورمولا 1، سباقات فورمولا 1. البطوله دي هو رجع لعب تاني ودخل مع فرقه. ليه رجع لعب تاني؟ عشان ياخد البطوله دي. بس هو قابله حاجه مش كويسه في البطولات دي. في البدايه بيعملوا حاجه اسمها تصفيات، يومين بتقعد العربيات تجري لوحديها او المتسابقين يجروا لوحديهم على الحلبه عشان يرتبوا توقيتهم. اللي ليه توقيت الاول بدري بيقف في اول السباق، السباق بقى اللي هو النهائي بيقف الاول كزمن، اللي بيجي بزمن تاني يقف التاني، اللي يجي زمن تالت يقف التالت. فطبعا هو قابله مشكله، برغم ان هو داخل ياخد البطوله دي بقى في التصفيات المركز ال11، ده طبعا هيخليه يبتدي متاخر خالص في السباق. الحقيقه هو ليه كان ليه تصريح قال لك انا صعب احصل على البطوله السنه دي، انما انا بعد نفسي ل 2021. بيبقى حلو جدا، او الميديا بتبقى تهتم بايه؟ لعيب بيبطل ويرجع يلعب تاني. يعني هو قعد سنتين مبطل. السباقات دي عايزه تركيز عالي جدا، عايزه سرعه اتخاذ قرار، سرعات عاليه جدا. طبعا ايرتون سينا كان من احد العظماء البرازيلي، طبعا كان احد عظماء اللعبه دي او السباقات دي. انا عايز اقول لكم ان اندي 500 بيحضروا 320,000 متفرج، البطوله دي بيحضرها 320,000 متفرج. طبعا انا ما اعرفش بعد كورونا ممكن ايه اللي يحصل، بس احنا حبينا نجيب لكم الخبر ليه؟ لان فرناندو الونزو الحقيقه لاعب مميز او سابق متسابق مهم، والميديا العالميه كلها متابعه الحدث ده. طيب في الموتوسيكلات، خلينا نروح معاكم الموتوسيكلات، يمكن برضو عشان الساده المشاهدين يفهموا الدنيا ماشيه ازاي. الموتوسيكلات او سباقات الموتوسيكلات مش كلها واحد، عندنا ثلاثه كاتيجوري للموتوسيكلات. في موتو جي بي، ده السباق الاول او الكاتيجوري الاول. في موتو 2 او موتو 2 وموتو 3. كل من دول ثلاثه كاتيجوري، بس الثلاثه بيبقى طب الاختلاف من كل واحد وايه؟ الميكانيكيه بتاعه الموتوسيكل نفسه. طيب في عندنا بول اسبرجرادو، ده لاعب اسباني. في طبعا زي ما قلنا الجلسات التحضيريه اللي في الاول، هو احتل الاول او المركز الاول. زي ما انتم شايفين طبعا لعبه منتهى الخطوره، منتهى الموتوسيكل قدامكم ده بيبقى كل سنه بيحصل فيه تطوير وكل الشركات بتسبب بعض. اسبراجو كان معاه دراجه كي تي ام، وطبعا خد المركز الاول وهيخش. اللاعب اللي معانا ده طبعا هو اسبرجرادو، هو دخل في المركز الاول، وفي النهائيات هيكون هو اول لاعب هينطلق لحلبة السباق. نروح في موتو 2 اللي هو كاتيجوري 2، البريطاني سام لويس مع فريق كاليكس هو اللي خد المركز الاول، فهيخش هو الاول. تمام، وهو معانا على الصوره اهو. طيب في موتو 3 اللي هو الايطالي سيليستينو فياتي، اللاعب الايطالي او المتسابق الايطالي، هو في موتو 3 اللي خد احسن زمن في التصفيات. كل بطوله من دول معموله في بلد. الموتو جي بي معموله في اوستريا او النمسا. عندنا موتو 3 موتو 2 معمول في في حلبه اسن الهولنديه، وموتو 3 معمول في تايلاند. زي ما قلت لحضراتكم هي موتوسيكلات واحده زي ما حضراتكم شايفين، ولكن هي بتبقى 1250 الساعه بتاعتها، 4 سلندر. ولكن بتبقى الموتوسيكلات دي كل موتوسيكل ليه ميكانيكيه معينه بتختلف عن الثاني، عشان كده كده بيبقى فيه كاتيجوري مختلفة. طبعا يعني دي الأخبار العالمية الحقيقة اللي شفناها مهمة جدا، أو اللي هي العالم كله بيتابعها، وكان مهم جدا نجيبها لكم زي ما عودناكم. هنفضل دايما معاكم كده وابديتد بالأحداث العالمية، عشان طبعا قناة النادي الأهلي وبرنامج الأبطال على الأخص يعني يرقى لطموحات جمهور النادي الأهلي. خلينا نطلع لفاصل الحقيقة واستقبل ضيفي. احنا في كاسين دخلوا الأسبوع اللي فات، زي ما قلنا ثلاث كؤوس مش كاس. احنا طبعا كان اخرهم كاس الشباب 20 سنه كره السله اللي فازوا ببطوله الجمهوريه. الحقيقه كان مهم جدا نحط الضوء. هيكون معنا الكابتن اسلام علي المدير الفني لفريق الشباب 20 سنه لكره السله. فاصل وارجع لحضراتكم عشان نستقبل ضيفنا العزيز.